تحية طيبة نهديها لكم أعزائنا مشاهدي قناة كويت سبورت في كل مكان، ويسعدنا أن نكون معكم في حلقة جديدة في بداية هذا الأسبوع من برنامج عالم الصحافة لتسليط الضوء على أبرز ما طلعتنا به الصفحات الرياضية لهذا اليوم من مواضيع متنوعة سواء محلية عربية أو عالمية، فأهلا وسهلا بكم معنا. البداية كالمعتاد مشاهدينا الكرام بأبرز الأخبار الرياضية في صحافتنا المحلية، فالمحترفون الذين غادروا النادي الملكي بعد نهاية الموسم الكروي المختتم حديثا جعل الفريق بلا أي لاعب أجنبي الآن، لذا صار لزاما على الإدارة في حول التحرك نحو هذا الملف. في الوقت الراهن هناك أحاديث عن عودة أحد المحترفين الأفارقة إلى حولي بعدما كان يمثل الأصفر قبل عدة مواسم، وبالذهاب إلى فرسان القصر الأحمر فإن المدرب الصربي الذي تولى زمام الأمور أخيرا هناك طالب القائمين على شؤون الكرة في الجهراء بالتوقيع مع لاعب يعتقد هو شخصيا أنه سيكون ضمن الخطة العامة التي سيضعها للقادم من المسابقات. قامت إدارة نادي القادسية بتسديد المبلغ المستحق عليها لدى رئيس نادي سلوفان براتسلافا سلوفاكي والمقدر ب 150 ألف دولار أمريكي، وذلك عن صفقة إعارة لاعب كرة القدم الغيني سيدوبا ساموا إلى الأصفر في الموسم قبل الماضي. وخاض سيدوبا الموسم المذكور في صفوف القادسية وساهم في تحقيقه لقب دوري فيفا للمرة 17، والآن فهناك حديث عن عودة سيدوبا للقادسية، إلا أن اللاعب شدد على أن العودة مرتبطة بمشوار براتسلافا في الدور التمهيدي والمؤهل إلى النسخة المقبلة من الدور الأوروبي. فتحت إدارة الجهراء خطاً للتفاوض مع لاعب وسط مدافع سوري دولي، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعداداً للمشاركة بالدور الممتاز في الموسم المقبل، وذلك نزولاً عند رغبة المدرب الصربي بوريس مونياك والعائد لقيادة أبناء القصر الأحمر في الموسم الجديد، علماً أن إدارة النادي كانت قد دخلت في مفاوضات جادة مع لاعبين أردنيين يشغل أحدهما مركز المدافع والآخر مهاجم، وذلك لتعويض رحيل العماني خالد اليعقوبي والكاميروني روجي، فيما تم التجديد لرأس الحربة الكرواتي إيفان. الأسماء العديدة التي يمتلكها الأخضر لم تشفع له خلال الموسم الماضي مشاهدينا بأن ينافس على أي بطولة كروية، في الوقت الراهن يتطلع العديد منهم للعب مع أندية أخرى، وربما نشط في الفترة المقبلة نشاطا من قبل مجموعة من الفرق التي تريد استقطاب بعض اللاعبين من المنصورية. وبالانتقال إلى الكرة الطائرة، فإن لما شمل اللعبة في القلعة الصفراء سيكون أولوية من قبل أبناء النادي والذين يعملون في الوقت الحالي على عودة طائرة القادسية إلى مكانها الطبيعي. دخل لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي زيد زكريا وعبد المحسن التركماني في دائرة اهتمام فريق بورغان، والذي يسعى إلى تدعيم صفوفه بقوة خلال منافسات الموسم المقبل. وبرز الثنائي زكريا والتركماني مع الأخضر خلال الموسم قبل الماضي، فيما كانت مشاركتهما محدودة خلال الموسم المنصرم، لكن ذلك لم يمنع مدرب بورغان الجديد الوطني محمد دهليس من اختيارهما ضمن قائمة لاعبين يسعى للتعاقد معهم على سبيل الإعارة. وهناك العديد من اللاعبين المميزين في الأخضر لم يحصلوا على فرصتهم كاملة. يعود سعد صالح لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة في نادي القادسية إلى صفوف فريقه خلال الموسم المقبل بعدما غاب الموسم الماضي، وذلك بسبب عدم تقديره ماليا من قبل إدارة النادي. وقد دخل العربي على خط استقطاب اللاعب لصفوفه في محاولة لضمه، إلا أن اللوائح الخاصة بالانتقالات الحرة لا تنطبق على اللاعب. ويسعى وليد الدمخي مدير الفريق الأول للكرة الطائرة بالقادسية إلى لم شمل الفريق وإعادته إلى المنافسة بقوة على الألقاب خلال الموسم المقبل.
مشاهدينا، كانت هذه أبرز الأخبار في صحافتنا المحلية. فاصل قصير، نذهب بعده إلى الصحافة العربية. في صحافتنا العربية نذهب بالبداية إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، حيث توجه الأندية هناك مشاهدين يبقى منحصرا في الفترة الحالية نحو التعاقدات الجديدة أو التجديد لبعض اللاعبين. وضمن هذا السياق، فإن فارس الدهناء سيخسر جهود أحد الأجانب لديه، والذي طالب بفك ارتباطه من النادي. وبالتوجه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، فإن أحد أندية النخبة هناك يسعى الآن لتحديد احتياجاته من العناصر الأجنبية والتي ستعينه على المنافسة خلال الموسم الجديد. أفادت بعض المصادر أن اللاعب البرازيلي برونو أوفيني المحترف في صفوف النصر السعودي قد أبدى رغبته في عدم الاستمرار مع العالمي على الرغم من سريان عقده مع النادي. من جهة أخرى، واصل النصر تدريباته اليومية على ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود بالنادي، وذلك تحت إشراف المدرب الوطني فيصل سيف ومدرب اللياقة حسن مجرشي، حيث تركزت على الجوانب اللياقية المتنوعة للاعبين والذين خضعوا للكشف الطبي المعتاد. كثف مجلس إدارة نادي الإمارات بقيادة رئيسه محمود الشمسي ونائبه محمد إسماعيل من تحركاته، وذلك لحسم ملف التعاقدات خلال الأسبوعين المقبلين، بعد أن حدد الجهازان الفني والإداري بداية إعداد الفريق الأول للموسم الجديد، وذلك بتحضيرات محلية في 15 يوليو المقبل تحت إشراف التونسي نور الدين العبيدي مساعد المدرب، على أن تغادر بعثة النادي إلى معسكر صربيا أول أغسطس القادم، والذي يستمر لمدة 3 أسابيع تحت قيادة التشيكي إيفان هاشيك المدير الفني، يؤدي خلاله الصقور عدد من المباريات الودية. إذن مشاهدينا، فاصل قصير، نذهب بعده إلى الصحافة العالمية، وفيها وقفة طويلة وأسئلة وأجوبة كثيرة. إذن مشاهدينا، وصلنا معكم إلى فقرة الصحافة العالمية، وكما ذكرت لكم هناك الكثير من الأسئلة التي تدور حول الأخبار التي ستذكر إن شاء الله من خلال هذه الفقرة، وسيتصدى للإجابة عليها ضيفنا في حلقتنا لهذا اليوم في بداية الأسبوع، رئيس القسم الرياضي في جريدة الأنباء الزميل سمير أبو سعد. الرحب فيك ونقول لك حياك الله معنا. حياك الله خفاها، ومشكورين على الاستضافة الطيبة. طبعا يمكن اليوم أخوي سمير ومشاهدي الكرام، انتهت الرحلة مع البيان كونيري، وهو الظهير الأيمن البرازيلي الذي صال وجال برفقة الكتالان سابقا يقترب من معلمه القديم، فيما كثرت الأخبار التي ربطت الريدز بمهاجم الذئاب، واليوم خرجت تقارير جديدة تشير إلى رغبة الليفر بجوهرة لشبونة. أكدت تقارير إعلامية أوروبية أن البرازيلي الدولي داني ألفيش قد توصل لاتفاق مع مانشستر سيتي للرحيل إليهم هذا الصيف. وقالت صحيفة ديلي ستار إن ألفيش توصل لاتفاق مع السيتي على شروط عقده الشخصي، مبينة أن يوفنتوس سوف يقوم ببيع لاعبه البرازيلي، وذلك مقابل مبلغ قد يصل إلى 5.7 مليون يورو بعدما حصل عليه مجانا الصيف الماضي بعد انتهاء عقده مع برشلونة. رفع ليفربول عرضه من أجل التعاقد مع جيلسون مارتينيز جناح سبورتينغ لشبونة البرتغالي، ويرغب الريدز في التعاقد مع الدولي البرتغالي بعد تعنت إدارة روما الإيطالي في صفقة المصري محمد صلاح.
وبحسب صحيفة الإكسبرس البريطانية فإن ليفر رفع عرضه إلى 43.7 مليون جنيه استرليني نظير جلب مارتينيز إلى الأنفيلد. وشارك جناح سبورتينغ في 44 مباراة خلال الموسم المنصرم مسجلا 7 أهداف وصانعا ل14 هدفا. إذن مشاهدينا نذهب إلى الفقرة الأولى والخبر الأول في أخبارنا العالمية، وهو يعني توقع عشاق اليوفي استمرار داني ألفيش بأن يستمر لموسمين يعني أكثر يعني مع اليوفي. أكيد القرار غريب يعني حقيقة في رغبته في الانتقال. أكيد نعم، داني ألفيش طبعا البرازيلي الظهير البرازيلي المعروف في برشلونة وفي اليوفنتوس حاليا، قدم مستويات كبيرة مع السيد العجوز واستطاع أن يوصل إلى نهائي تشامبيونز ليج والخسارة أمام ريال مدريد. داني ألفيش صرح من يعني من يومين على السوشيال ميديا، هو معروف يعني في تواصله الدائم مع السوشيال ميديا والأمور الموضة والأزياء، فقال إنه الدور الإنجليزي وجهتي المقبلة ولابد أن نجرب الكرة في الدور الإنجليزي لأنها هي الأقوى، هي يعني أشاد في الدور الإنجليزي، هذا منذ يومين أخفاهم. أكيد يعني سيكون وجهة المقبلة، بس هل حد التواريخ يعني ولا هناك تواريخ؟ طبعا لا توجد تواريخ، مثل ما نعرف الانتقالات الصيفية تبدأ يعني لآخر 8، وعندك يعني مجال كبير للمناورات الفوضات، تدري دائما الفوضات تبدأ بتصريحات الإيجنت أو اللاعب أو النادي أو الصحف المقربة من النادي. لكن أعتقد داني ألفيش إذا ترك اليوفي راح يروح على شنو بوجهة نظرك الأسباب اللي دفعته للتفكير في ترك اليوفي؟ الأسباب طبعا تكون دائما داني ألفيش ترك برشلونة أولا لعدم زيادة راتب الشهري وبعض البنفيتس اللي كان يود أن يحصل عليها. في السيد العجوز أكيد هناك أمر مادي بحت، بالإضافة لتجربة جديدة وتكون وجهته المقبلة يقال إلى مانشستر سيتي مع مدربه السابق بيب غوارديولا يعني. وهذا مستغرب لأن يعني اللي يعرف بيب غوارديولا دائما يعني في صفقات يعتمد على العناصر الشابة، لكن داني ألفيش الآن يعني في نهاية مسيرته. أكيد يعني بيب غوارديولا ما زال الحين يبحث عن لاعبين شباب، لكن فشلت هذه النظرية في الموسم الماضي أو المنتهي، بعد ما اعتمد على مدافع ستونز يعني أغلى مدافع يمكن فوق 55 مليون دولار، وأثبت فشله في الدفاع السيتي. لكن بيب غوارديولا تعلم الكثير من الدور الإنجليزي وقال أنه الدور الإنجليزي فعلا يعني صدم لما شاهده ولما وجده، لكن تكتيكه يبقى هو ولم يغير تكتيكه. بالعكس داني ألفيش يبقى يعني عنصر قوي جدا إذا ضم إلى صفوف المان سيتي هذا الموسم. ختم في الدوري الإنجليزي، وأيضا يعني التوقع لنجاح ليفربول في عقد الصفقة مع اللاعب الشاب مارتينز، خاصة بعد فشله في إتمام صفقة محمد صلاح من روما. أكيد فهم طبعا محمد صلاح يعني عرض مبلغ كبير جدا يعني وصل لخمسين مليون بالنسبة لليفر أو الريدز، ولكن المفاوضات يبدو أنها تعثرت أو روما يطلب أكثر أو روما يحتاج محمد صلاح لسيم بعد يعني ترتيب الوصل إلى تشامبيونز ليج روما وقدرته على المنافسة الموسم المقبل وتغيير مدربه فرانشيسكو دي فرانشيسكو مدرب روما الجديد خلفا لسباليتي الذي ذهب إلى نادي آخر، طبعا إلى انتر ميلان. مارتينيز لاعب جيد في البرتغال، لكن لا أظن أن هناك لاعب أكثر من رينات سانشيز لاعب البايرن، لكن رينات سانشيز لاعب البايرن هو الأصغر هو الأفضل في البرتغال، ولا أتوقع أن تتم ضمه، وإذا ضمه يعني ليفربول أكيد يورغن كلوب معروف أنه مع الشباب مع الصغار يستطيع أن ينهض بهم، لكن شفنا هذا الموسم أخفاهم، لابد أن تحتاج إلى لاعب خبرة يجب أن تدعم صفوفك في الدفاع أو في الوسط أو في الهجوم. لكن تبقى يعني دائما هذه سمة نهاية الموسم وفترة أكيد الانتقالات أكيد يعني بكثرة الإشاعات حول الانتقالات والأسعار صحيح طبعا الرومرز والإشاعات أو الشائعات تتقد والنيران تكثر والدخان وما شابه والتصريحات الصحف الكبيرة والمقربة من الأندية الكبرى وإلى تصريحات أخرى للاعبين عبر السوشيال ميديا يعني غليان في هذا الأمر، لكن يبقى الأمر تصريحات وليست عقود يعني. هذا يخلينا يعني نطرح سؤال على يعني الحدث الأبرز يمكن خلال الويكند اللي الجمهور اللي هو خبر كريستيانو رونالدو يعني والله فهم ورغبته يعني بعدم الرجوع يعني حتى بعد بطولة هذه القارات عدم الرجوع لإسبانيا يعني. أكيد متابع جيد ملكي طبعا فهم أكيد طبعا كلام جميل. طبعا رونالدو كان فعلا أكبر وأكثر تصريح ظهر في هذه الفترة من يومين، وصرح وهو في معسكر البرتغال حتى في روسيا عندما وصل لروسيا أنني سأترك ريال مدريد ولن أتراجع عن قراري. ماركا نقلت هذا الكلام بشكل تفصيلي عن اللاعب للاعبين قبل أن يذهب،
او مع لاعبين المنتخب. يبدو ان هناك لعبه فلورنتينو بريز مهيئ للدخول الى الولايه الثالثه على راس القلعه الملكيه الكبرى. يبدو ان هناك تنظيم او تنسيق مع رونالدو لكي يزيد من راتبه او يزيد لكي يكون الاغلى افضل من نيمار وميسي، ونوع من التصريحات المتبادله لا سيما ان رونالدو موقع عقد ل 2021، يعني لا يوجد مفر لهذا اللاعب. يعني انت الان اخذنا الى نظريه المؤامره يعني في هذا الموضوع، لكن نظريه التصريحات التآمريه ممكن تنطبق على التصريحات، لكن يعني الاخبار تقول انه يعني هناك اتهام بخصوص تهرب ضريبي، يعني هذا الحين جهه حكوميه. نعم هذه النقطه اللي نوصلها. طبعا تهرب الضريبي اللي رشح من ثلاث ايام 14. يمكن مليون دولار عن صور السوشيال ميديا، لكن هناك في القانون الإسباني شيء أمر أنك يعني تكشف عن الأموال اللي عندك بشكل تطوعي أو بشكل رسمي إذا كان في أصول، إذا كان في عقود، إذا كان في شيء ثابت ضمن عقود موقعة، لكن هذه الصور تبقى إلى إيجنت، إذا صور وبيعت يأتي إنكم. هذا الأمر يعني في القانون الإسباني مثل ما رشحت بعض الصحف الإسبانية منذ يومين. تبقى لعبة التهرب الضريبي، يعني الإسبان دائما يضغطون على هؤلاء النجوم، وقبله ميسي وقبله نيمار. تتوقع أن تتطور وتصل مثل ما وصلت إليه قضية ميسي؟ أتوقع لن تتطور، يعني أمامنا شهر فهم، يعني أما اللاعب يترك وعنده عروض كبرى على المان يونايتد، عنده عروض على السيتي، عنده عروض يعني كبيرة جدا في الصين، لكن أنا أتوقع أن رونالدو سيترك ريال مدريد لأن الألقاب الفردية والجماعية تبقى ملاصقة لرونالدو في ريال مدريد وبوجود ميسي. الحين مانشستر يونايتد ايضا يعني قاعد يحاول انه يرمي طعم دخية. اكيد مان يونايتد الحين رد طعم دخية، نعم رد للاول للعب بورقة دخية، الحارس المتمكن الذي يريده، الحارس الاسباني الذي يريده النادي الملكي مقابل خامس، مقابل لاعبين كثر، لا سيما ان ريال مدريد عمل مناوره يعني ايطاليه وذهب الى جيجيو دوناروما حارس ميلان، يعني وشفنا حاليا ميلان هم بعد يعني متوهق، يعني ريال مدريد الظاهر عم يشبك يعني بتصريحاته ببعض المفاوضات بشكل يعني عالي من الحرفيه. طبعا احنا راح نتكلم ايضا يعني بخصوص دوناروما، لكن خلينا نذهب الى طائفه اخرى ايضا من الاخبار في الصحافه العالميه مشاهدينا. يعني هناك تساؤل، هل يبقى صانع انجاز البلوز في ستانفورد بريدج ام يرحل غاضبا ويكون محل المدير الفني السابق للبلوغرانا؟ تساؤلات كثيره يطرحها عشاق بطل البريمير ليج. وبالذهاب الى سان سيرو، فان الاداره الجديده صاحبه الاموال لم تعد تكترث في بيع اللاعبين المؤثرين والنجوم، هذا ما نلاحظه مع الحارس الواعد المستاء دوناروما. ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن لويس إنريكي المدرب السابق لنادي برشلونة من أبرز المرشحين لخلافة أنطونيو كونتي بتدريب تشيلسي. وقالت صحيفة ميرور إن العلاقة بين كونتي وإدارة البلوز باتت متزعزعة، وذلك بسبب التصرفات غير المقبولة من الإيطالي، وذلك بعد إبلاغه المهاجم دييغو كوستا بأنه ليس من ضمن خططه عبر رسالة نصية. وأشارت الصحيفة إلى أن تشيلسي عرض على كونتي عقدا جديدا سيجعله أعلى المدربين أجرا، إلا أن الأخير كونتي لم يجلس حتى الآن على طاولة المفاوضات. تحدث المدير الرياضي لميلان ماسيميليانو ميرابيلي عن حارس المرمى الشاب دوناروما وما يتردد من أخبار حول رحيله بعدما رفض تمديد عقده مع اللومباردي. وقال ميرابيلي: جان لويجي دوناروما لا يقدر بثمن ونحن لن نبيعه. وكان دوناروما قد ارتبط مؤخرا بالفريق الملكي ريال مدريد والذي يسعى للتعاقد معه من أجل ضمان مستقبل الفريق في الحراسة، حيث يفكر الريال بعرض خيمس رودريغيز مقابل ضم دوناروما. خل نروح للخبر اللي ذكر الأول والخلاف المفاجئ بين كونتي وإدارة البلوز. أستاذ نعم. سمير، يعني برأيك هل السبب هو يعني الخلاف وتصرفات كونتي مع دييغو كوستا أم أن هناك في أسباب أخرى؟ نعم يعني هذا السبب الظاهر هو التصرف مع دييغو كوستا، ومثل ما شفنا كونتي المدرب الإيطالي المشهور وصاحب الإنجازات الكبرى مع اليوفي ومع المنتخب ترك بصمة في يورو الأخير. طبعا كونتي ظهر في سجال مع هؤلاء اللاعبين، وكان دييغو كوستا قاب قوسين يعود إلى أتلتيكو أو يذهب إلى الصين، لكن استطاع أن يحافظ على دييغو كوستا، واستطاع أن التصريحات اللي شفناها من خلال الثلث الأخير من الموسم
انه استطاع انه يهدد ديوغو كوستا، حتى ديوغو كوستا اللاعب نفسه الاسباني طبعا برازيلي اصل قال انه انا موجود وباقي في تشيلسي، وفعلا كان هو الهداف وكان يساعد طبعا تشيلسي بالاضافه الى هازارد طبعا ايدين هازارد في هذا الامر. يبدو ان الامر لعبه المال. اعطيك مثال على صرح ترى كوستا بهالاسبوع هذا صرح قال انا نعم. يعني بلغني كونتي ان انت راح ما راح تكون ضمن خطتي الموسم المقبل. نعم لكن عاد انه قال انه كونتي لا راد يعني انه انا موجود. له تصريح اخر معاكس لهذا الامر. لكن ابراموفيتش مالك تشيلسي نفس الامر اللي صار مع مورينيو، مورينيو طلب مال للتعاقدات مثل كونتي طالب 350 مليون تعاقدات. يعني في لاعبين سيباعوا وفي لاعبين سياتون الى تشيلسي من ضمن بنوتشي ومن ضمن لاعبين اخرين. يبدو ان مساله المال عند ابراموفيتش هي اللي تفرق عنده، لانه خلاص احرز البريمير ليج والتشامبيونز ليج مو مستعجل عليه يعني بعد ديماتيو اللي احصل عليه. انريكي لخلافه كونتي ربما لا اعتقد، بس يعني شلون اشوف الامر؟ من المستفيد؟ المستفيد طبعا ابراموفيتش طبعا، السعر اقل الراتب اقل، تشيلسي موجود عنده لاعبين كثر جاهزين يعني وعم يادوا، وانريكي قادر انه يقودهم. لو انا شك يعني قدرات انريكي يعني برشلونه ليس مقياس مع انريكي، ومثل ما شفنا مثل ما صار مع بيب غوارديولا بالسيتي، يعني الدوري الانجليزي يختلف عن الاسباني كليا. الميلان وإدارة جديدة وطموحات وتوفر أموال، إلا أن يعني الأسباب جعلت دوناروما ينتهي أو يتمرد، وين تشوف أن سينتهي المطاف في هذا الحارس؟ طبعا تمرد جيجو اسم الدلع المصغر لجيجي بوفون خليفة العملاق الإيطالي طبعا حارس اليوفي والأزوري. دوناروما حارس شاب ويبدو أنه يعني حركات حسب أنا طفولية أو تصريحات، هو صغير في السن يعني لم يبلغ 18، ويبدو أن عروض ريال مدريد أغرته يعني وسالت لعابه إذا صح التعبير كما يقال في الصحف. دوناروما مالك ميلان طبعا الصينيين دخلوا بقوة ووجهوا له تصريح يعني واضح جدا، إذا لم ترد أن توقع عقد طويل مع ميلان ستجلس على دكة الاحتياط. الصينيين ما يتفهمون بالامور، الصينيين ما يتفهم عنده لغة واحدة وخلص يعني نهاو شيشا وانتهى الموضوع يعني على قولتهم، فما في عنده المفاوضات هذا، عنده مبدا. يبدو ان الامر في تصاعد يعني في تصعيد في الامر. سيخف هذا الامر والضغط عن جيجو دوناروما في حال تمت صفقه المان يونايتد الكبيره دخيا وذهاب خامس رودريغيز مطلوب في عند مورينيو طبعا. وهذا اذا بعد ما راح بعد يعني مثل ما قلنا قبل قليل كريستيانو، خلنا صفقه كريستيانو لها يعني ملف خاص ولها خصوصيه جميله لا وضع. لكن ايضا في مكان اخر استاذ سمير ومشاهدينا، هناك حرب يبدو انها ستكون طاحنه خارج الميدان بين العملاق البافاري والنادي الكتالوني للفوز بخدمات نجم باريس سان جيرمان، فاين سينتهي به المطاف؟ وبعيدا يمكن عن اجواء الميركاتو الملتهبه، فان لاعب الملك الشاب لم تقتصر ابداعاته مع بطل الليغا فقط، بل امتدت الى الماتادور ايضا. افادت بعض التقارير الوارده من المانيا ان نادي بايرن ميونخ يريد التعاقد مع النجم الايطالي ماركو فيراتي لاعب وسط باريس سان جيرمان. ووفقا لصحيفة كالتشو ميريكاتو الإيطالية نقلا عن صحيفة بيلد الألمانية، فإن البافاري يخطط لتقديم عرض كبير لإقناع اللاعب بالانتقال إلى ملعب الأليانز أرينا. وأشارت الصحيفة إلى أن بايرن على استعداد لتقديم راتب سنوي يصل إلى 15 مليون يورو، وذلك للحصول على خدمات فيراتي، فضلا عن تقديم 50 مليون يورو للنادي الباريسي. بعدما سجل 3 أهداف هاتريك قاد بها منتخب بلاده إسبانيا لسحق مقدونيا بخماسية نظيفة، بات ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد 5 لاعب بتاريخ بطولة أوروبا للشباب دون 21 عاما يسجل ثلاثية. وبينت صحيفة ماركا أنه بهذا الإنجاز يكون أسينسيو ثاني لاعب يتمكن من تسجيل هاتريك للماتادور في البطولة بعد تياغو الذي فعلها في عام 2013. إذا نذهب إلى فيراتي أستاذ سمير، بصراحة المبلغ اللي قدمه البايرن 50 مليون يورو، هل يعني تشوفه أنه كفيل باستغناء نادي الأثرياء عن هذا اللاعب؟ طبعا هو نادي الأثرياء لا يحتاج الأموال كما ذكرت، لكن تبدو صفقات متوالية وباريس سان جيرمان
بعد رحيل السلطان ابراهيموفيتش يبدو ان حظوظها في الشامبيونز ليج ابتعدت كليا في حال حافظ على كافاني او حافظ على فيراتي. طبعا 15 مليون رواتب غير 50 مليون، طبعا هذا انتقال كبير جدا. فيراتي مطلوب طبعا من برشلونه، مطلوب حتى اسمه رشح من ريال مدريد، لكن ريال مدريد مستقر يبدو انه في الوسط. زيدان يعمل بصمت على بعض الصفقات وعوده الصغار الى امثال مايورال وفايخو. يبدو ان ماركو فيرانتي سيترك طبعا باريس سان جيرمان، وصرح حتى على تويتر، انا قرات له التويت، قال انه يعني سيترك بي اس جي ليبحث عن فرصه اخرى. وتدري ان الطليان يعني يحبون دائما الشغف، يحبون الالقاب، يحبون الالقاب الفرديه، يحبون المنافسه الاكبر. وماركو فيراتي اثبت حضور يعني امام برشلونه، امام فرق كبرى في الشامبيونز ليج في الموسم المنتهي. طبعا التويته هذه ما فيها يعني نظريه الضغط على النادي بزياده الراتب او وام ان تشوف ان له مستقبل في سواء اليانز ارينا او الكامب نو؟ لا اظن فاهم يعني انت لما تروح على بايرن ميونخ وكامب نو غير ما تروح على بارك دو برانس يعني حديقه الاثرياء. يعني خلينا نكون منطقيين، الأمراء يعني اللعب في بايرن ميونخ وفي برشلونة. صحيح. يكفي هناك لاعبين برشلونة على البنش على سداسية غوارديولا واخذوا سداسية وسجل باسمهم لا نعرفهم. يعني مثل ما قلت زيدان يعني قاعد يلعب على اللاعبين الصغار، ويعني هو بناء من الشباب الصغار، ويمكن من أبرز اللي يعني برزوا في هذا الموسم أسنسيو. أكيد. تشوف أنه يعني سيستمر أسنسيو مع زيدان أم أن يعني هناك أسماء أخرى سيتم تداولها؟ طبعا ماركو أسنسيو أبدى يعني فخر كبير لزيدان بالذات، واستطاع زيدان أن يعطي يقدم لنا فريق لوس بلانكوس اي ومارينجي بي، وهناك توليفة جميلة جدا عملها بزيدان وأعاد الصغار إلى ريال مدريد عكس برشلونة الذي يعاني من عودة صغاره من اللاماسية بعد رحيل جيل تشافي وأنيستا وميسي حاليا موجود. أسينسيو يقدم مباريات جديدة جميلة، أكيد ريال مدريد راح يرضيه ويخليه موجود. صرحوا لكنه يعني لم يكن تصريحاته هذيك التصريحات الاحترافية، بالعكس هو مع ريال مدريد أكيد زيدان مثل ما تفضل قاعد يشتغل على نار هادئة بعيد عن الإعلام. زيدان لا يحب الكثير التصريحات، وهذا الأمر لصالح زيدان وبقاء أسينسيو. لأن إحنا شفنا في الماضي في يعني الكثير من اللاعبين من طينة أسينسيو، يعني يبرز نجمهم بعدين يقفلون ويختفون. هل أسينسيو من اللاعبين هؤلاء؟ أعتقد لن يخبو نجم أسينسيو، اعتمد عليه. وأكبر دليل في الشامبيونز ليج أنك تقحم أسينسيو في الشامبيونز ليج ويسجل أهداف، هذا أكيد أنه موجود في التشكيلة. قبل لا أختم معك، كيف رأيت انطلاق بطولة القارات؟ انطلاق يعني ضعيف بالنسبة للناحية الجماهيرية، لا يوجد جمهور كان للأسف، لكن مباريات قوية. روسيا فازت على نيوزيلندا في الافتتاح، وسنرى البرتغال مع رونالدو وحنقه وغضبه من التهرب الضريع أمام المكسيك الساعة 6 بالليل. إذن هناك مباراتين في السادسة والساعة التاسعة. نعم. كاميرون وتشيلي. إذن أمسيات رمضانية جميلة، أتمنى لكم مشاهدينا كل شكر للأستاذ سمير بوسعد رئيس القسم الرياضي في جريدة الأنباء. شكرا لك أستاذ سمير. شكرا جزيلا. وأيضا شكر موصول لكم مشاهدينا على تواجدكم معنا. في الغد إن شاء الله لنا لقاء جديد وجولة جديدة في عالم الصحافة الرياضية. في أمان الله.